فيها شهود المركبات. كل مركبة على حدك، يعني سيارة لون أبيض نوع كذا مصابة في الطابور. لو تعرضت لشخص حاول يستفزك، شو الإجراءات اللي لازم ترزقه؟ معنا رائد ماهر مري ضابط ارتباط الريف الغربي بقيادة شرطة حلب الحرة. تقيم قيادة شرطة حلب الحرة دورات تأهيل وتدريب لعناصر الشرطة العاملين في مجال الشرطة الحرة، وحاليا الحزمة التدريبية الثانية هي حزمة اختصاصية، وهذه الدورة هي دورة خاصة بعناصر المرور، بحيث ما هي الإجراءات اللي توجب على عناصر الشرطة اتخاذها أثناء حصول حادث مروري، كيفية تنظيم الضبط اللازم، كيفية إسعاف المصابين، كيفية إعادة وضع على مكان عليه قبل الحادث المروري، وإن شاء الله مستمرين في هذه الدورات. مدرب الشرطي محمد علي محمد، استفدنا من هذه الدورة انه كيفية التعامل مع الحوادث المرورية في اقصى سرعة واقل الخسائر البشرية، بحيث انه نحافظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين. أحمد زهرة حضر تفضل.